السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر هاني العريدي. هنتكلم هنا عن ميدو، لسه برضه في ميدو 5. هنتكلم عن اي بي فيرجن 4 ليسن 4. فهنتكلم هنا عن اي بي فيرجن 4 طب الشوتينج تولز. احنا هنا في تولز، المحاضرة اللي فاتت قلت لا ده هنخليها ناخد لها في محاضرة، يعني ممكن ناخدها في محاضرتين او ثلاثة. هنتكلم هنا عن التولز اللي بتستخدم في عملية اللي هي ما يحصل عندي ترابل شوتنج. يعني مثلا أنا دلوقتي في شبكة، فعندي جهاز مش عارف يخش إنترنت، أو أنا مش عارف مش شايفه، أو هو مش شايف جهاز السيرفر الشبكة، فبتصل بمسؤول الأي تي في المكان او مكان العمل، فبيبدأ هو ياخد خطوات لحل المشكلة دي. فاول حاجة بيعمل في الترابل شوتنج بيعمل حاجة اسمها بينج، تمام؟ ده مثلا، تمام. طب في اي بي كونفيج. طيب هنقول الاول اي بي كونفيج يعني ايه. دلوقتي نكتب اي بي كونفيج، اما بدوس هنا اي بي كونفيج، تمام، هو هنا جاب لي هنا جاب لي الاي بي ادرس. انا عرفت الاي بي ادرس بتاعي، وعرفت السبنت ماسك بتاعتي، وعرفت الديفولت جيت واي، تمام. قال لي تمام، وبرضه هنا عرفت في ال هو هنا بتكلم هنا في اللان بتاعتي، في أنا عندي في الشبكة بتاعتي، في عندي الوايرلس، تمام، وعندي لوكال اريا كونكشن. ده لو أنا عندي كابل شبكة وصلته، تمام. وعندي هنا فيرموير وفيرموير تاني، ودي دي شبكات، تمام. يعني انا لو عاوز اعرف معلومات عن الجهاز بكتب اي بي كونفيج عشان ابدا اعرف الشبكه بتاعتي الاي بي والسب نت والجيت واي، تمام. قال لي ماشي. طبعا بيظهر لك الشبكات التانية اللي معاك، ايه الشبكات التانية معاك. فبقول له هنا بندوس هنا رمز الشبكة اللي بسمعه، وأقول له open network connection، وأقول له change ايه change adapter setting. يظهر بقى عندي ده اللوكال اريا، ده الجهاز بتاعي الأصلي، تمام. ده ما بحط كابل هيشتغل معايا ودي اي بي، بس طبعا مفيش هنا فيرموير لها اي بي. الفيرموير ده برنامج اللي هو بيستخدم في ان انت تعمل، بيقولوا يعني تعمل مكن او تعمل ويندوز اكتر من ويندوز على هذا البرنامج، ويقبل عادي. بس المهم الجهاز هو اللي يقدر يشتغل اكتر من مكنة، ده على حسب بقى ايه قوة كل الجهاز، تمام. وعندي هنا الوايرلس، الوايرلس ده شبكة الوايرلس اللي هنا تبعي يعني، تمام. انا عندي هما اربع حاجات، تمام. فواجد يعني فتح يوم عملت هنا بينج، أم هو سوري ما عملت هنا اي بي كونفيج، جاب لي هنا بقى ايه التفاصيل بتاعتي، تمام. قال لي طب ما انت ممكن نعمل تفاصيل اخطر، ممكن نعمل اي بي كونفيج ونقول مسافة سلاش اول، ندوس انتر. تعال نشوف ده عامل ايه. فين هي اي بي فيرجن 4؟ سوري احنا نعمل سي ال اس عشان ملتوش عندنا ايه سي ال اس، امسح بس الدماء ونعمل اي بي ودي نكتب بس خلاص. اي بي كونفيج بدأ هو يعمل ويندوز اهو، تمام. هنا بقى لو انت ملاحظ هو مديك هنا بقى تفاصيل،
هنا تفاصيل اكتر، هنا اسم الجهاز. انت لو انت فاكر كان مديك الاي بي بتاعي والسبنيتنج والجيت واي بس، تمام. هنا جاب لك الجيت واي اهو، وجاب لك الدي ان اس بتاعتك بالنسبة للوايرلس طبعا بقى ايه. وهنا برضو تقدر فيزيكال ادرس، هنا تقدر تعرف الماك ادرس بتاع الجهاز، تمام. انت ما في ناس تستخدم الماك ادرس، ممكن الماك ادرس ده قافل بيه حاجات كتير، تمام. طبعا انت بقى تشوف كل واحد ومواصفاته. طبعا انا عندي كذا نتورك، لو انا عندي نتورك واحدة هيبقى بيانات حاجة واحدة بس، تمام. في عندي لوكال اريا، تمام، وفي عندي فيرموير زي ما بقول لك، وهتلاقي فيرموير تاني، تمام. طيب عاوزين نكتب هنا سي ال اس، نبدأ نمسح الكلام ده كله. يبقى الاي بي كونفيج بيجيب لي معلومات عن الجهاز، بيجيب لي مع اسم الجهاز، ان الاي بي بتاعك، الجيت واي، الدي ان اس. طب قول لي، طب انا ممكن اعمل هنا اهو، كليك هنا وادوس هنا. طب افرض انت الراجل عامل ورك جروب وانت يوزر ليميتد او ستاندرد، تمام. اليوزر ستاندرد يجي يعمل الخطوات دي، يقول له ما ينفعش، لازم تسأل الادمنستريتور، فما عندكش حل ان انت لازم تفتح اللي هي ايه الكوماند، وتبدأ تكتب ايه الاي بي كونفيج، تعرف الاي بي بتاعك ايه. الامر بينج، طب الامر بينج انا بستخدمه عشان اعمل بينج على جهاز، يعني لازم انا بستخدم هنا برنامج تاني اسمه ادفانسد اي بي اسكانر، وادوس سكان. الراجل اللي عمل البرنامج ده بيعمل عملية بودكاست على الأجهزة اللي معايا في الشبكة، طب انت عملت البرنامج ده ليه؟ عشان لما اجي اقول لك انا عاوز اعمل بينج على جهاز، المفروض يبقى معايا اي بي هات. لو انت معكش اي بي هات، المفروض انت راجل اي تي معاك اي بي هات. طب انا ما عنديش اي بي هات، فبعمل انا هنا سكان، ابدا اشوف الاجهزه الهين اللي معايا على الشبكه والهين مش معايا الشبكه، تمام. فانا هنا عندي جهازي البي سي، هتلاقيه هو ده 104، تمام. الراوتر عندي 110. تعال نعمل بينج على الراوتر. انا بقول له هنا بينج 10.10.10.1، ويبدأ هنا. هو بدأ يعمل هنا ايه بينج، ثم ما اقول لك ريبلاي هنا يبقى هو بيعمل ايه، بيرد عليك. اما لو انت عمل ريكوست تايم اوت، يعني ده خارج الخدمة، تمام. قال لي تمام. طبعا احنا اتكلمنا عن الجزء ده في حتة تانية في الاي بي، فقلنا الرسائل اللي بتجيلك ان انت بتستخدمها في الاي بي، كنا بنتكلم عن البروتوكول، تمام. قال لي يعني احنا هننسى البروتوكول. تعال هنا، سيبنا من دول خالص، افتح ماي كمبيوتر، افتح هنا الاف، طبعا انت ممكن تلعب الكلام ده. احنا هنا قلنا هنا هنا كان موجود عندنا، انا عايز بس افكركم بيه. ازاي؟
ثواني كده اجيبه ونكمل معاكم. نكمل معاكم. هو فلو انتوا فاكرين البروتوكول ICMP ده بروتوكول بيستخدم في اللي هو عملية ايه، اللي هو لما تيجي تبعت اي رسالة او اي حاجة للجهاز هو بيبدأ يرد عليك، الرسائل اللي بتظهر عنده ده البروتوكول الـ ICMP، تمام، هو المختص بالرسائل اللي بتظهر ده. تمام. طيب طبعا هو هنا بيبدأ، لو انت مثلا مثلا انا عاوز اعمل بينج على جهاز معين وعاوز يبقى شغال معايا بينج، عاوز اشوف بعد دقيقة انا وانت اتصلت مثلا بشركة تي داتا او اي شركة بروفايدر ليك، فبيقول لك اعمل، اكتب الامر ده، نكتب سي ال اس، هيقول لك اعمل بينج على راوتر، هتعمل بينج وتقول له 10.10.10.1 مسافة اس تي، هيبدأ هو يعمل هنا بينج، والبينج ده مستمر معاك مش هيوقفه لما تعمل كنترول سي. طبعا هو كده شغال بلاي، تمام، بلاي بلاي، هو انا كده بعمل بينج على الراوتر شغال معايا، بيقعد دقيقة، بعد دقيقة بتقول ايه كنترول سي، فبيقول لك بص على نسبة اللوس هنا، لو هي مثلا في خلال دقيقة عملت 80% يبقى في مشكلة عندك لازم تعالجها جوه في الراوتر بتاعك بالشغل، تمام. طيب انا ممكن اعمل بينج على راوتر على موقع، هكتب بينج، هكتب جوجل دوت كوم ودوس انتر، بني كده معايا مفيش مشكلة، سي ال اس دوس انتر، تعال نبني التاني، بس انت هنبني على جوجل ونقول مسافة اس تي، يبقى البنج شغال معايا مش هيقف، بنج شغال، يعني انا بعمل بنج دلوقتي على موقع جوجل عاوز اشوف موقع جوجل ده شغال معايا اللي هو كلامه خلاص، وممكن يعمل بنج مع 1 2 3 وبعد كده يجيب ريكوست تايم اوت، ريكوست تايم اوت، يبقى هنا في مشكلة عندك بقى في الشغل لازم ايه يحلها من عنده هو، تمام، قال لي كده ماشي تمام، هو مفيش ايه خصوصا ما كنترول سي، تمام خلاص. هنعمل هنا احنا خلصنا الـ IP config والبنك، هنعمل ايه تريس، تريس اي ار تي، تعال نشوف تريس اي ار تي ده بيعمل ايه، قالك اهو هنكتب اهو تريس اي ار تي، هنا بيعمل عملية تتبع، يعني انا دلوقتي الراجل ده انا هخش على موقع جوجل، انا هعمل تريس اهو جوجل سوري جوجل دوت كوم، ويعمل هو عملية ايه تتبع، اما تتبع المسار من عندي لغاية ما اوصل عنده هيعدي على كام سيرفر، تمام، يعني ايه برضه انا مش فاهم، قال لك تعالى خلينا نفتح الصورة دي، الصورة دي عجبتني ف تعالى خلينا نعمل سيف مسج نحطها على الديسكتوب ايا كان، نقفل اخونا، هات كده الصورة دي، انا دلوقتي معايا هنا راوتر، انا مثلا وليكن انا هنا مثلا، تمام، الصورة مش واضحة اوي بس يعني انا دلوقتي الجهاز ده موجود عندي هنا، فاهم، افتح بالبنت عشان اوبن ويز ونقول فين البنت اهو انا واقف عليه، تمام، انا واقف هنا في الجهاز ده وعاوز اوصل للمكان ده، فهو هيعدي على سيرفر وبعد كده يعدي على سيرفر وبعد كده يعدي على سيرفر وبعد كده سيرفر سيرفر، تمام، ده لو هيوصل لهنا، لكن هو هيعدي على هنا عشان يوصل لهنا، يبقى انا عديت ايه كام سيرفر،
طبعا ده هنا بقى بنبدأ ايه، ندوس الأمر وندوس انتر، تمام. واقول لك اوفر ماكس اوف ايه هوب 30، يعني انت اخر يعني هيقعد يقفز 30 مرة، تمام. وقام جايب لك الاي بي بتاعه، تمام، تقعد تتابع بقى معاه. هو الموضوع ياخد وقت بس شوية. في واحد اهو بقى يخص تايم اوت، وطلع من عندك اللي هي يخص تايم اوت. في مشكلة عندنا ولا ايه؟ لازم مرة ليه 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 ما نفتح موقع هو ده عادي، مفيش مشكلة عندك. ايه ده خبر كده؟ كنترول سي، تعالى نطبق الأمر ده تاني. www.google.com طبعا هو طلع من عنده الراوتر بتاعه. يبقى في مشكلة عندنا، نشوف هو بيهيس ولا ايه. طيب على العموم انا شرحت الـ IP Convert والـ Bing تريس ايه او تي، هنشرحها المرة الجاية مع الايه مع الباس بينك، عشان بس ايه الوقت، بس ايه انا بالنسبة لي مستعجل بس، تمام. فنكتفي دلوقتي وبعد كده نكمل ان شاء الله.